السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذه الدورة سنتعامل مع برنامج مايكروسوفت إكسل. سنتطرق إن شاء الله إلى التعامل مع بعض الدوال، وذلك من خلال حل تمرينين شاملين، التعامل مع المخططات البيانية، تنسيق المعطيات بشرط mise en forme conditionnelle، حل مشكلات البرمجة الخطية عن طريق Solver Excel. سنأخذ تعريف بسيط عن برنامج الإكسل. برنامج الإكسل هو برنامج يستخدم لإنشاء جداول البيانات، القوائم، الميزانيات والرسوم البيانية. إكسل مفيد لمعالجة البيانات، وقد يستخدم للقيام بعمليات حسابية متقدمة. تم تصميم البرنامج عن طريق شركة مايكروسوفت، ويعتبر من أكثر البرامج استخداما على مستوى العالم، ويزيد عدد مستخدميه عن 750 مليون مستخدم حول العالم. إذن لنلقي نظرة عن واجهة هذا البرنامج. في برنامج الإكسل كل خلية لديها إحداثيات، مثلا إحداثيات هذه الخلية هي A1، دائما نبدأ بالحروف، مثلا هذه الخلية C2. يمكن كتابة بيانات، مثلا لدينا هذا النص، لدينا هذه الأيقونة لنقل مكان تنسيق من مكان إلى آخر. كمثال مثلا سأختار هنا اللون الأحمر، مثلا gra italic and solini. مثلا إذا أردت أن ننقل هذه الخصائص إلى هذا النص الذي هو عمر، فقط أضغط على هذه الأيقونة ثم أضغط هنا، تأخذ نفس الخصائص. من هنا نختار نوع الخط، حجم الخط، من هنا أصغر الخط أو أكبره. لدينا هنا مثلا إذا كانت هذه الخلية كبيرة، أستطيع أن أضع النص في الوسط أم الفوق. نفس الشيء بالنسبة هنا، وضعية النص بالنسبة للأفقي، وهنا بالنسبة للعمودي. أستطيع أيضا أن أختار كتابة مائلة مثل هذه. أستطيع أيضا دمج خليتين، مثلا تحديد هنا. مثلا إذا كان لدي رقم، مثلا أستطيع هنا أن أضع أرقام بعد الفاصلة أو أنقص الأرقام. من هنا ممكن أن أختار مثلا نوعية الديتا أي البيانات، مثلا هنا نقود، مثلا ممكن أن أكتب العدد كتابة علمية. في فيديوهات قادمة سنتعامل مع ميز اون فور كونديسيونال، ولدينا هذه الأيقونة لترتيب المعلومات. مثلا إذا كان لدينا هذه المعلومات، وأردت أن أرتب هذه الأرقام ترتيب تصاعدي، فقط أضغط هنا. Continue avec la sélection en cours. كما نرى ترتيب الأرقام ترتيبا تصاعدي، أو إذا أردت أن أضع ترتيب تنازلي نضغط Continue avec la sélection en cours.
كما نرى هنا. سنتعمق كثيرا وذلك بحل تمرين شامل. سنحاول أن نقوم مثل هذه الصورة على برنامج الإكسل. لدينا هنا سك الجنس، أم ترمز إلى ماسكولا، أم أف فيمينا، ماسكولا مذكر، أف مؤنث، فيمينا. لدينا الأسماء، وهنا لدينا كل طالب لديه نقطة تست، تيدي الموجه، والاختبار الإكزاما. سنقوم بتعديل المناسب لملء عمود مويا اي مونسيون ريزولتا آليا. إذن لنرى الأسئلة. اكتب الصيغ العامة لحساب معدل كل طالب، حيث المعدل يحسب من هذا الشكل: تست زائد تيدي تقسيم 2، النتيجة نجمعها مع الإكزاما مضروبة في 2، الكل تقسيم 3. نريد أيضا معرفة الصيغة التي تمكننا من معرفة عدد الذكور وعدد الإناث. الصيغة التي تمكننا من معرفة أكبر معدل، أصغر معدل، معدل المتوسط للقسم، معدل المتوسط للذكور، ومعدل متوسط الإناث. نريد أيضا أن نكتب الدالة التي تمكننا من معرفة نتيجة كل طالب، حيث سي مويا إذا كان المعدل أكبر من 10 معناها أدمي، الطالب نجح. عكس ذلك أي إذا كان أصغر تماما من 10 الطالب رسب، نو أدمي. في عمود المونسيوم أي هذا العمود الذي هو جي سنقوم بملئه بهذه البيانات: ملاحظة معدل كل طالب، حيث النقاط الأكبر من 16 أضع أمامهم مونسيون تريبيا، النقاط المحصورة بين 14 و 16 نضع مونسيون بيان، النقاط المحصورة بين 10 و 14 نضع مونسيون أسيبيا، والنقاط الصغيرة تماما على 10 نضع رترباش. هذه الدوال الأخيرة تعتمد على الشرط كونديسيون سي. إن شاء الله في الفيديو القادم سنقوم بكتابة هذه المعلومات ونبدأ بالتعامل مع الدوال.